هناك هناك اختلاف في قطر صدر الشغال يؤثر على إنتاجية الخلية. وطبعا لما رحت على المغرب والجزائر، وفي البداية الجزائر طبعا الإخوان في الجزائر خبروني بأنه يعني بشوفوا الفيديو بشوفوا أنها إنتاجية كبيرة، فكانوا يعتقدوا أنه المرعى، ولكن المرعى الجزائر أخوه من أوروبا، فكان إنتاجية الخلية ضعيفة نتيجة أنه هم بيستوردوا المصايد من تركيا ومن الصين، وكان القطر لا يتناسب مع قطر الصدر الشغالي اللي في النحل التلي المحلي، ونفس الشيء عندكم في المغرب. وطبعا هذا الشيء يعني الملاحظات هذه اللي شاهدتها، ونتيجة ان انا بصنع المصايد فاستطعت ان اتغلب على المشكلة هذه. وطبعا مشاكلك لا يحلها الا انت، مش هيحلوها للأتراك ولا الصينية، لذلك نحن شجعنا بأنه نصنع حل المصايد، يعني يكون عندنا معرفة بحيث أنه نعالج مشاكلنا الخاصة أو المحلية. في الحالة هذه طبعا أنتم الآن إذا كنت عم تستخدموا 4.5 أو 4.4 فيجب أنه يكون عندكم عدد بسيط من المصايد اللي هي تكون أقل بكسر 10، ورب ضارة النافعة. يعني الإنسان أحيانا هي الأخطاء بتعلم الإنسان. لما إحنا يعني أنا فترة من فترات كثير احترت إنه ليش الخلية هذه عم تنتج، بطلع براقب على الباب بلاقيها عم تجيب كميات كبيرة من حبوب اللقاح، بطلع إذا في ثقب بجسم الخلية من حالة بدخل منه وبصير المصيدة ما بلاقي. إذا قعدت أقيس في صدر الشغالة فأجيب وجدت إنه في اختلاف، لذلك هالشيء هذا فادنا بإنه ننقل هالمعلومة هذه للمغرب والجزائر ولبنان، بحيث انه يتجنبوا هالخطأ هذا، وبانه نعتمد على ذاتنا بحل مشاكلنا المحلية، وهذا شيء مهم جدا. وللأسف يعني انا بلاحظ انه في عندنا هجمة كبيرة جدا من اشباه النحالين، يعني اللي بحاول هو ما شاف المصيدة بحياته بحاول يهاجم هالصناعة هذه، وبحاول والتجار، يعني للأسف يعني هذه شيء اتمنى انه ما حد يصغي للأصوات هذه الرجعية. يعني دائما بتحاول انه ترجعنا للخلف، العالم، الصين، عندكم إسبانيا، كل الدول الأوروبية دول منتجة لحبوب اللقاح وكميات ضخمة جدا، وبالذات إسبانيا، يعني إسبانيا تصدر لدول أوروبا كلها، الصين، البرازيل. فيعني نحن ليش نتوقف ونقول والله في مضر وأمور، يعني حتى للأسف عم تظهر من الناس، ما هم ما بيعرفوا شو مصدي ولا شكل المصيدة حتى. طبعا في أمر آخر يقع فيها صانع المصيدة، بأنه المصيدة يجب أن تكون أقل في 4 ميلي أو 5 ميلي، بحيث أنه لما ندخلها من الباب ما في الخلف نحن عتبة بتكون عندنا، تكون العتبة بعيدة عن نهاية المصيدة في حدود 4-5 ميلي. أرجو أن تكون وصلتكم الفكرة، بحيث أن لما ندخل المصيدة ما نقتلش بعض النحل، لأنه النحل الحشرة هذه مبارك، يعني حتى أنا ما بهون علي أنه تموت نحلة أو نحلتين ونحن عم ندخل مصيدة حبوب لقاح. وبأنه دائما مخرج الذكور يكون طرفه خارج في حدود 4-5 سنتي عن طرف لوحة الطيران، بحيث أنه الشغالات ما تقدرش ترجع. بعض الشغالات لو أنه تمكنت ترجع للخلايا بيكون عددها نسبتها بسيط. وطبعا هذا شيء ضروري بحيث أنه نحن يدخل يعني كمية من حبوب اللقاح. كيف ما قلنا يعني أكبر خطأ تقني ومعرفي هو النحال بيرتكبه انه ما يعرفش امتى يركب وامتى يرفع المصيدة. طبعا احنا قلنا بانه العلامات المنطقية لتركيب ورفع مصيدة حبوب اللقاح، وهذا طبعا شيء ما اعتقد اثنين يختلفوا فيه، بانه اذا كان في عندنا احتياط داخل الخلية ركبنا المصيدة، لما نحس انه التراجع في الاحتياط قل فيعني انه مونت النحل قلت، في الحالة هذه نرفع المصيدة. طبعا اذا قلت حبوب اللقاح او انتهت في الحقل فنحن باستطاعتنا ان يكون لنا مخزون ورجع للنحل، ونتمكن من إدارة المناحل بشكل دقيق عندما نحن ننتج حبوب اللقاح من منحنا، ويكون عندنا إدراك بتشخيص الأمراض في الحالة هذه في أي لحظة كانت، مثل ما تفضل الأستاذ أبو خمسة بأنه أحيانا نحن نروح لمرعى ما في حبوب لقاح، فهنا بتصبح كارثة. بعد ما نحصد موسم طبعا انت في عندك حالة ايجابية، النحل لما بكون ما عم ينتج حبوب لقاح في الحالة هذه الملك حتوقف على البيض، والنحل استهلك الاحتياط، ففي الحالة هذه النحل مش هيستهلك عسل في تربية اليرقات،
انما هيخزنوا ليلك، ولكن انت هتفقد عدد من النحل. لذلك لما تكون انت منتج حبوب لقاح في خلال الفترة هذه تقدم حبوب لقاح للخلية، وفي الحالة هذه انت تقدر تتحكم في مسار سير عملية نمو الخلايا. كل كيلو ونص حبوب لقاح تنتج كيلو نحل، يعني 10,000 شغالة. فلذلك الموضوع مهم للغاية. احنا ننتج حبوب لقاح ونخبيها للفترة اللي بنكون فيها محتاجينها. وعندنا امر اخر، يعني في المناطق الباردة جدا قبل الخريف، قبل بداية الشتاء، نقدم وجبة للنحل من حبوب لقاح اللي اخذنا له اياه، بحيث انه طبعا احنا عارفين مصدر حبوب لقاح هو مصدر بروتيني ودهني. ففي الحالة هذه الدهنيات ترتفع، بتزيد نسبتها في جسم شغالي، ف يعني بتمكنها انه تمر في خلال فصل الشتاء بشكل بدون أدنى مشكلة. يعني النحل بمر بثبات وصحة جيدة، لأنه بتكون كمية الدهنيات في جسمه عالية. فطبعا قبل الخريف نقدم وجبة من حبوب لقاح. لو كان الشتاء بارد جدا وصقيع، في الحالة هذا نحل الملك هتوقف عن البيض. في بداية الربيع ممكن نعطي كمية بسيطة بحيث نعطي دفع للنحل، أو في حالة إنه النحل عم بيجذب عسل ولكن ما فيش حبوب لقاح، نعطي كمية فنجد إنه منحنى ينطلق انطلاقة كبيرة جدا، وهذا يؤثر على إنتاج النحل خلال السنة بالكامل. طبعا من الاخطاء الاخرى انه ممكن في نحال يهتم في انتاج حبوب اللقاح. ان شاء الله بصير في عندنا سوق في المستقبل، فانتم عارفين حبوب اللقاح اهميتها الكبرى للنحل وللانسان كمان. احنا عاده يعني خليه بتنتج في مناطقنا في اوروبا من 7 إلى 10 كيلو، ممكن تتجاوز عن في المناطق العربيه، لانه الخليه في حدود انتاجها من 40 ل 50 كيلو في السنه. فنحن لما نحسب 20% في عندنا في حدود من 7 ل 10 كيلو انتاجيه الخليه كمتوسط، وهذا شيء له يعني إيراد جيد للمنحال، وبنفس الوقت له إمكانية إنه يتحكم في مسار منحله. فلا يعتقد أحد، يعني طبعا أنتم جربتم، ما أعتقد أحد الكلام مرة ثانية بأنه والله الخلية جمع حبوب اللقاح تؤثر على الخلية سلبا. بالعكس، هي تنظم حياة النحل وبتزيد دخلك. وممكن يتخصصوا بعض الناس في إنتاج حبوب اللقاح، لأنه في بعض المناطق تجد إنه فيها كميات هائلة من حبوب اللقاح ولكن ليس فيها عسل، عسل قليل. فأنت في الحالة هذه مش هتنتج عسل، ولكن هتنتج كميات كبيرة من حبوب اللقاح، فبتخفف الضغط على النحال اللي عم بسحب على حبوب اللقاح. لكن كنا لو كنا عم نصار على مراعي العسل، عفوا على مراعي العسل، بتخفف الضغط على الإنسان اللي عم ينتج عسل. فلو كنا تكدسنا في المناطق المنتجة للعسل وسيبنا المناطق اللي فيها حبوب لقاح، في الحالة هذه بصير في عندنا قلة إنتاج في العسل وفقدنا حبوب اللقاح اللي هي أهميتها تضاهي أهمية العسل. طبعا اخوتي الكرام، انا مش هطول عليكم، انما هسيب الفرصه ل طرح الاسئله. الاخ اللي بيحتاج لانه يطرح سؤال للاستاذ ابو خمسه بيكتب الاسم، او يطرح لي السؤال بيكتب اسمي. وفي الحاله هذه نحن بنكون ماشيين في نظام بحيث انه